بدأت أعشق الأغنية والله من أولها. النغمة مدري من الحماس هو ولا خلنا مع النغمة هذه نعطيها المقدمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد وأخيرا ستراند الديب، لعبة السرفايفل والنجاة. يشهد الله أني منتظر ومتحمس كل الحماس لهذه اللعبة بفارق الصبر. لعبة سرفايفل نوع فريد من ألعاب السرفايفل، بإذن الله أنها تكون بداية موفقة لسلسلة جميلة جدا في القناة. يقولون أن هذه اللعبة لها نهاية، يعني مو بس سرفايفل وخلاص تبني وتجمع وهذا، لا، في هدف توصل له، فهذا اللي حمسني للعبة أكثر. شكرا على دعمكم ولايكاتكم وكومنتاتكم وآرائكم في هذا المقطع يوم استشرتكم بين الأربع ألعاب، اللهم لك الحمد. مثل ما تشوفون الكومنتات الأغلبية قالوا ألعب اللي ودك وحنا معك، يعني هذا شيء والله أشكركم عليهم قدره كل التقدير. ولا نطول مقدمة أكثر، صلوا على رسول الله ونقول بسم الله. دي ون الظاهر نجالس يحسب لي تحت، ما راح أغير أي شيء في الأعدادات، بخليه زي ما هو. العالم الحالي الاكزيستنج، ما أدري إذا يمديك تختار جزيرة معينة أو في تفاصيل ثانية، والله ما عندي علم فيها. يعني تقريبا اعدادات بسيطة كذا تغير شكل الشخصية ممكن، ولا شغلات ما يخصنا فيها. يقول لك اول نصيحة: swimming and construction work increase your physical skill. حلو، يعني بيكون الوضع فيه سباحة كثير واصطياد اسماك طبعا عشان ناكل. فلعبة النجاة يا اخوان تبتدي وانت في الطيارة، يا سلام، مثل ما تشوفون كلها بسبب البيرة هذه اللي قدام وجهي واللابتوب ونظارة شمسية وبزنس مان جاي في رحلة. لا إله إلا الله، أشهد لا إله إلا الله، فجأة كذا عرفت. فمدري الجناح الأيسر الظاهر من الطائرة تعرض إلى أو المكينة. المهم تشوفون الساعة هذه يا إخوان، هذه الساعة فيها تفاصيل كلها. الكابتن الطائرة الظاهر جاه كرسي مدري طاولة على راسه، مدري إذا تلاحظون راسه ميل كذا خلاص ودع. ممكن نسوي له إسعافات أولية، ممكن نلقاه يخاوينا في الجزيرة. خلنا نشوف، والله ما يمديك تشوفه، الحساسية جدا عالية. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، كويس طيارة تبقى كذا ما تطيح ما تغرق على طول، الله لا يروينا هذا المنظر. طبعا نجاه ينتظرني جزاه الله خير، معقولة في وقت ارجع؟ لا يقول لك لودينج، خلاص الامور طيبة. هو جزء من اللعبة انك يسوي الكاتسين هذا. حلو، دي وانا يا اخوان، ودي ون في السرفايف. طبعا اغمى علي الظاهر وصبحنا على هذه الجزيرة او قرب هذه الجزيرة، ما اشوف اي جزيرة ثانية الا والله في جزيرة بعيدة هناك والبحر الازرق. هلا باخوي، هلا هلا، اعتبرك صديقي الاول ولا اعتبرك عدوي الاول؟ الله يستر منك. هنا عندنا يا شباب السبلاي اللي هو ستوريج، ممكن والله الازرار اوكي، التاب يفتح القائمة. عندي حاليا شوية أكل وماي، تعرفون طوارئ يعني يجي مع القارب هذا. وفي شغلة ثانية اللي هو البوصلة، مدري إذا نحتاجها، والله نحتاجها الظاهر يوم نتوجه إلى جزر ثانية منضيع. وفيه الشغلة الثالثة اللي هي الباندج إذا تعرضنا، طبعا في أسماك قرش وسواريف كثيرة في البحر، فالواحد يوم يصيد يعني يروح يغامر. ف قبل المغامرات هذه كلها خلنا نروح الجزيرة نستكشف وش فيها. واضح ان في سفن هنا غرقانه، والله ممكن ايوه هذا جالس يصقع فيني الظاهر، جالس يحارش. خلنا ناخذ ايش المشن الاول، يقول لي خذ البدل وروح الى الشاطئ. هذا البدل اوكي اوكي طيب، والله البحر فنان يا اخوان شفاف. اوكي دبليو يمشي، ما ادري هل لازم الف كذا نفس الواقع يعني. لا والله الدي يعني نظام انك تسوق سيارة كذا، مبسطين الوضع حلو، ما يحتاج انك تجدف كل شوي من هنا من هنا. حلو حلو، وصلنا الى خلاص يا ابوي. شوف شوف جالس يزحف. النحشات هذه مهب علينا، بدايتها تنحاش. وشلون لا 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 وشلون اسحبك؟ كليك يمين يسحب، كليك يمين يسحب، لا تنسى هذا أهم شيء، هذا سبيل النجاة، ما لها داعي والله. أصبح ثاني يوم ما حصل قارب. يا أخي ودي أروح أشوف القبطان ولا أشوف أحد هنا سرفايف، نتسلى أنا وياه كذا في الجزيرة. يرد الصوت على قولهم. بعدين لا خلص الأكل كذا كل واحد يطالع في الثاني من
خايف من غدر خويه اتغدى فيه قبل اتعشى فيني. هنا يقول يجمع شوية مواد في الجزيرة. طبعا الجزيرة والله ما هي باللي صغيرة صغيرة، فيها الظاهر أمور أشوف هناك شوية أكلات طيبة، ويقول لي اضغط على تاب عشان تشوف الانفنتوري اللي معك. طبعا هذه شوية أغراض جمعتها قبل شوي، شفتوها الحصى والخشب، هذه كلها طبعا راح تفتح لنا الكرافتينج منيو، اضغط سي. أوكي، هذه كلها يا إخوان المصادر اللي نجمعها عشان أول شيء عندنا قائمة الأسلحة مثل ما تشوفون، في سكين متطورة، شعلة عشان في الليل الظاهر نستكشف، فاس صغير، رمح للاصطياد، فيشنج رود، والله شغلات رهيبة، أمور كثير. فيه بو، فيه شو اسمه الآرو هذا السهم حقه، وجلود نسوي فخ للحيوانات. الظاهر الجزر الثاني فيها حيوانات والله ما أعرف. هذه أول جزيرة، أتوقع أن الأمور تكون فيها سهالات أول يوم نقضيه. على فكرة يا إخوان أنا لاعب الحين بزن زمان، يعني ما هو متعود يوقف في الشمس. أتوقع هذه أحد التلميحات اللي أخذتها من قبل ألعب، فإن اللاعب فيه هذه أهم شيء أشرحها في البداية، أن عندك الوقت وعندك الأكل وبعدها الماي وبعدها الأس بي أف، هذا تعرضه تقريبا لعوامل الجو إن ما خاب ظني. والوقت الحين الساعة 12 الظهر، تاريخ 20/6 و 20/7 جولاي 7. واليوفي هاي والله ما أعرف وش هذا. طيب فيه قائمة ثانية، هنتينج، كوكينج، هارفستينج، هذه كلها مهارات تتطور معي كل ما أسوي هذا الشيء. يوم أصيد تطور معي مهارة الاصطياد، ويوم أطبخ كذا أصير طباخ محترف. والهارفست اللي هو تجميع المواد حوالين الجزيرة، والفيزيكال ما أدري سالف فيها، يمكن السباحة يصير استمنة عالي وكذا اللي هو اللياقة. وعندك آخر شيء اللي هو الكرافت، يوم نسوي الكرافت. نرجع الكرافت الحين، طالب مني أني أسوي كرافت ستون، دقيقة، قلنا أسلحة وشلتر، هذا اللي راح نطبخ فيه وهذا اللي راح ننام فيه. طبعا أيوة، أحد التلميحات اللي أعطوني إياها أنه يوم تنام لازم تسيب، عشان تسيب اللعبة لازم أنك تنام. فهذه شغلة مهمة، يعني مش سالفة اني خلاص يا شباب يلا بنهي الحلقة وبسيف وبطلع، لازم اني اخلص اليوم فعشان اسيف او اني اروح يعني يكون في الشلتر زبدة. والله انها فيها تفاصيل. هذا ايش الشغلة الثالثة؟ فرنتشر اثاث، اوكي، صناديق وكراسي وطاولات، هذا الظاهر ستور. والشغلة الاخيرة اللي هو الهنتينج او قبل الاخيرة، هذا اللي نصيد فيه شو اسمه، نحط الفخ يعني ونصيد فيه الحيوانات. الشغلة الرابعة هذه ما عرفت وش هي، حبال الظاهر عشان يمكن اتسلق الاشجار، لاني شفت انا في اكل هنا فوق، والله ما اعرف. راح نستكشف يا اخوان حبة حبة ان شاء الله. اتمنى اني ما طولت عليكم بالمقدمة، بس ضروري اني اشرح هذه الامور في البداية عشان تكونون معي بالصورة في الشغلات اللي انا فاهمها. طيب الحين اول المشنات، احلى شيء في اللعبة انه يعطيك الكوستات هذه. اما سويت كرافت خلاص، سكين صغيرة هذه فيكس 3. اتوقع لازم احفظ اسماء الاشجار عشان اعرف وش تعطيني كل شجرة من مواد. هذه وودستيك عادية، هنا بالمس سيبلينج، بطاط، اوكي اوكي، فايبر ليف، حلو، حصلنا شوية فايبر. نسيت اسم الشجرة والله، بس انها صغيرة، ادري هل يمدينا نكسر في الصخور؟ لا ما يمدينا. فيكس 3 هذا اللي قبل شوي الظاهر. يقول لي المشن شيء ثاني، انا جالس اجمع ترى في شيء والمشن شيء. هنا وود ستيك نفس الشيء، هذا مهم عشان نشب الضوء بعدين. ايوه هذه البالم سابلينج هي اللي تعطيني الفايبر. شوف الحين طورت مهاراتي في الهارفست مثل ما تشوفون. المشكلة اسم او لون الكتابة نفس لون الرمل، فما يمديك تشوف. حتى المشنات نفس الشيء، صعب انك تقراها. يقول لي رايت ماوس او رايت كليك، هذا يريد هذا عشان نثبته. اوكي ثبت، هنا يجيك المتطلبات حقه اللي هو I need to cool down. شوف كيف حمرت يده، ما يتحمل الشمس، اقول لكم بزن زمان. هذا متعود المكيف شاب فيه. وين الساعة؟ شوف كيف حمرت يده.
والله ما ادري هل الظلال تاثر الحين ولا لا. دقيقه ما يمديني اضرب الظاهر ولا اس اف بي. قال لي اي نيد تو كول داون، بس وش اسوي عشان الكول داون هذه؟ والله ما ادري. يسبح يمكن يبرد. ثواني يا اخوان، والله انا خوف ان هنا اي والله يزيد. تدري والله يزيد عشان الشمس. ساعة كم الحين؟ ساعة ثلاث العصر. خلاص يا ابوي الشمس اوكي. والله يا اخي مشكلة، تونا بادين. الاكل اموري طيبة، الماي اموري طيبة، الحين مفروض انه جسمه متبلل، اموره طيبة. اي والله يزيد حلو. سلكت معي اليوكا. اليوكا وش يعطينا اليوكا؟ ولا اعطانا شيء. معقولة؟ الا والله فايبر. اوه في اكثر من فايبر، ثلاثة حلو، اربعة. يا اخي المشكلة انك ما يمديك تشوف الشغلات، مفروض انها ايوه. والله شجار كثير يا اخوان، بس خلوني امشي مع المشنات عشان لا اجيب العيد. قال لي سوي كرافت لهذا. طبعا الريفاين نايف طالب مني اللاشنج، هذا اللاشنج. اللاشنج يتطلب مني اربعة فايبر. حلو احنا مجمعين الفايبر هذا كلها. خلنا نسوي تثبيت عشان لا. اوكي سوينا كرافت، هذا هو اللاشنج معي. اللاشنج تقريبا هو جلد. طيب الحين يمدينا نصنع السكين. اي اوكي الجلد يكون في البداية هنا. حلو سوينا كرافت للسكين المتقدمة. شوف البطاطا هذا كان بيوز تو اوكي. يقول لك فارمنج ممكن شو اسمه. حلو نسوي مزرعة بطاط. والله ما عندي خلفية كيف، لكن ان شاء الله راح نتعلمها حبة حبة. طيب الحين يقول لك كل كراب يو كان اولسو بريس ليفت كنترول تو كرافت سكين كراب. اوكي وين الكراب؟ انا شفته يا اخي اول ما نزلت. الحين مدور شيء ما بتحصله. المفروض انه يكون على الشاطئ، ولا ما يطلع الا وقت معين. هذا واحد. تعال يا قلبي تعال. لا قال لي سوي اي عشان تسوي سكن. ايش اللي يرمي يا اخوان؟ اوكي كيو قلنا يرمي. هولد اي تو سكن. اوكي سوون له سكن. جروس قال. اوكي اخذنا اللحم حقه. حلو ضمننا عشان اليوم، مع ان لاعبي مش جوعان الا حبة ونص ناقصة. يعطش بسرعة الظاهر بسبب حركتي الزايدة. فيبيلي اخف شوي عليه عشان لا نجيب العيد. مصدر الماي ما ادري والله، هذا الماي المالح ما ادري. مصدر مياه صح. وين كان يا اخي؟ تقريبا انك تشرب من الكوكنت هذا، بس مستحيل مصدر واحد. والله اني ناسي مصادر الماي، بس كانت في تلميحات عندي اللعبة. عاد انتوا يا شباب ساعدوني في الكومنت، يعني شوية تلميحات اللي تشوفوني متوهق فيها. طيب الحين طالب مني اني احط الكام فاير الظاهر قبل يجي الليل، لان ما راح نشوف شيء. الكام فاير ودي اختار مكان مميز كذا شوي. وين وجهتنا الجزيرة الجاية؟ اقرب جزيرة الظاهر انها والله فيه جزيرتين من هذا الطرف، وهناك فيه جزيرة جزيرتين. الحين بنسوي نظام البوصلة، الشمس تغرب من هنا. نظام الشيبان. اصلا انا من وين جيت؟ وين السفينة المتحطمة هذيك؟ اي انا جيت من هنا. وفي جزر، والله في جزر كثير. خلنا بحط الكام فاير من حيث ما جيت عشان اعرف يعني من وين ما رسبنت انا. من هذا الاتجاه بالضبط رسبنت، اتجاه هذه الجزيرة. فراح احطه في هذا المكان بالضبط. طيب كيف نسوي كرافت الحين؟ يمكن المتطلبات مش جاهزة. لا حلو جاهزة. ايوه شوفوا بدأ الليل. سريع سريع. لا 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 بالغلط، والله بالغلط. كم فاير؟ طيب وشلون نشغله؟ كرافت كادلينج. وش الكادلينج هذا؟ اي هذا شوية حطب يعني ولع بهل. يتطلب اثنين وود ستيك. اما وود ستيك ما عندي، تستهبل انت. ما في فلاش. فلاش يا شباب.
ليل. والله انا ما اشوف شيء، انتم كيف بتشوفون؟ خلنا نكسر هذا لعل وعسى نحصل هذه بان تري. لو اكسر فيها النخله هذه، ايوه الفايبر، ايوه الفروت، وش الشغلات ها؟ والله في الليل تلويت سهل لانه يرويك شو اسمه. بحاول انا في الاديت ارفع لكم هذا شوي بحيث انكم تقدرون تشوفون معي. حلو حصلنا، تكفى وين ايوه الحمد لله. خفت اني اضيع المنطقه اللي حطيت فيها الكامب. حلو كرافت ماستر. طيب كيف ولع؟ ممكن لازم اجلس. ايوه يا ليل ام الليل. اما المواد تروح عليك يوم تكسر الفاير، والله مسخره، والله راحت علي المواد. يعني ياخذ مني 4 ستك. كويس ان مكانها عند القارب عشان ما نضيعه. خلنا نروح على السريع، خوف ينسى الاكل والماي يموت اللاعب من عطش ولا من هذا، ما لها داعي والله. تقريبا للحين اشوف الستيك هذا من اهم الشغلات، والفايبر الحطب جاهز. لكن انك has been stored in your backpack. اوكي في الشنطه موجود يقول لي، اللي هو هذا. طيب وش نضغط يا عزيزي؟ اي اوكي، وانا اضغط هولد اي. يا سلام ليفت اند رايت، ايوه النظام البدائي. سريع 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 سريع، كسر الماوس يلا. والله حركة حلوة. يا سلام، تضغط كليك يمين كليك يسار بسرعة. يا سلام، وهذا مساءنا الأول يا أخوان في الجزيرة. كم ساعة؟ والله الوقت سريع، الساعة 8:30. طيب والأكل والهذا ما أكلته ولا شيء. تعال صح هنا، إيش اسمه ذاك الصلطعون مدري الكراب هذاك، وينه؟ هذا هو، خلنا نضبطه. هولد اي تو اتاتش، والله علق بسيخ على طول. حلو خله ينطبخ. بس شلون نعرف لونه ولا؟ الحين يعلمنا على الكوكنت اللي هو جوز الهند. يقول لي تسلق عن طريق انك تضغط سبيس عند كانت في وحده هنا هذه على طول جنب في اثنين جنب بعض هذا لهم. تسلق يا عزيزي، ايوه جيب واحد كوكنت. شوف هذا العريش هذا نحتاجه بعد. شوف يوم قربت منه صار ابيض. ناخذ الثاني واخليها بعدين، ما عندي ستورج الظاهر. ايش اللي كان يرمي كيو؟ ايوه اي اي اي، تعال تعال نعطيها صقعه. شوف يقول لك يضربها مرتين تقريبا بالريفايند عشان تقدر تشرب منها، حتى اسمها تغير صار درينكبل. شوف درينكبل كوكونت. الحين يمدينا نشرب، بسم الله. كنت بغيت اشوف كم يزيد. اوكي وسط الحين، امورنا طيبة. والجوع، الجوع ناقص حبتين. والله يمدينا نقضي الليلة هذه بدون اكل. بس بما انه ضبطنا الطبخة الاولى هذه، خلينا نشوف انطبخ ولا لسه. وين هو؟ سمول كراب ميت، لسه ما انطبخ. نفس اللون نفس كل شيء، ما تغير شيء فيه. اتوقع انه يكتب لي بعدين ان انطبخ كفاية. خلنا بنرجع له بعد شوي. شوف كوكت سمول كراب. كان يسمع الطنق، والله ما ادري تقول صوت فرن او يتهيأ لي. طيب الحين يمدينا ناكله. ما اعرف كم بيزيد، خلنا نشوف. الحين ناقصني 2 من الاكل اللي هو السطر الثاني، وناكله. زادني حبة بس، اوكي يمشي الحال. منهم كثير عند البحر، بعدين بنشوف الاسماك. اكيد الاسماك تزيدنا كثير خصوصا لو انطبخوا. يقول لي اضغط اي او علق عليه عشان اطفي النار، ما ودي اطفيها. الحين ودي اضبط الاكس بعدين الشلتر. طيب حلو عشان نقضي الليلة. وين الاكس؟ هذا الاكس من بين الاسلحة، هذا اول اكس. يتطلب 2 من الاحجار وواحد ليذل. هذا الاحجار بسيطة، لو علقت على السي يجيني كويك اكسس للكرافت منيو. صنعنا واحدة ثانية بس ما عندنا الظاهر مكان لها، فخلنا نفضي الاغراض اللي ما لها داعي. البطاط خلنا انزله عند القارب. ان شاء الله ان الشغلات ما تختفي، اتوقع انها ما تختفي. الكادلينج وودستيك. طيب خلنا ناخذ هذا المهم. هو كان يعلمني يقول لي لو جيت بتصنع شيء علق عليه. حلو عشان نعرف الشغلات اللي ناقصه. الود عندي بس اني رميته، والليذل عندي. خلنا ناخذ انا واحده.
خلاص الحين يمدينا نصنع الفاس. لا خلنا نسوي كويك اكسس للكرافت، هذا هو. يا سلام، بس ما عندنا مكان له. ان شاء الله ما تختفي الاغراض، والله انا متخوف من هذا الشيء. برمي الشغلات هذه هنا وبرجع لها عشان نخلص المشن ونمسي بسرعة، لأن صارت الساعة 9. عشان نضبط الشلتر، طبعا أسهل شلتر اللي هو هذا يطلب عريش النخل، فخلنا نثبته، ويطلب 3 وود ستيك، 1 لاشنج اللي هو الجلد. فعشان كذا طلب مني أن يأخذ الفاس. 2 3 6 ضربات تقريبا بالفاس لطف النار. أوكي حلوة الحركة. الحين أعطاني وود لوج، يمديني أسحبه؟ يا سلام، والله يمديني أحرك أي شيء يعني باللعبة. الحين نحتاج هذا. يا سلام، أتوقع لو كسرت الثاني اللي هو الوود لوج هذا يعطيني الحطب اللي هم الصغار الوود ستيك، فممكن نصنع منه الشغلات الثانية. يا سلام، 1 2 3 4 الخامس خله هنا بنسحبه، نحطه مع الأغراض هذه. أوكي، الوود لوج بعد ما نحتاج منك إلا والله تقريبا ما نحتاج. الفاس هذا ينكسر ترى، شوف الحين صار 93%، قبل شوي كان 100%. نفس الشيء السكين، يعني كل ما تستخدم المواد لها طاقة معينة أنك تستهلكها أو ضربات، عدد ضربات معين، فبعدين ينكسر الشغلة، تنكسر الشغلة. وهذه شغلة جميلة صراحة. الحين أتوقع مش ناقصني شيء غير اللي هو الفايبر. بتشرق الشمس علي وأنا لسه ما بنيت ال، أيوة هذا 1 فايبر، ناقصني 2. هذا مصدر ثاني اللي هو الياكا، نفس الشيء يعطيني 4 من الفايبر. تقريبا الحين أمورنا جاهزة، راح نصنع الشلتر في هذا المكان. والله مكان استراتيجي يا اخوان، شوفوا الاعشاب هذه عشان تمسك، شوفوا كيف حواليني عشان تمسك الرياح لا تطفي النار. كل شيء متكتك يا حبيبي، بس هذه احسها شكلها عبيط كذا، 1 2 3 اخوان كذا جنب بعض. يلا ما عليه، نحط الشلتر على اليمين هنا. الحين وش ناقص؟ اللاشنج هذا جهزناه، والشلتر مفروض انه جاهز. يا سلام، افا خربت الخطة، ربي خربت الخطة. ما يصير الشلتر وراه النار، تكفى يا اخي، هذا مخرب، خرب ابو الخطة. خلاص بصير تدري ايش، اكسر هذا واحط الشلتر في هذا المكان، وبعدين قدامه يصير الكامب. يلا مشي حالك. يقول لك المثل ايش سويت؟ انا سويت كرافت للشيء اللي هو رمح سبير. اوكي حلو، يمدينا نصطاد فيه البحر، بس الحين تاخر الوقت، لازم اني انام. الظاهر ان لاعبي يتاثر. شوفوا الليله القمريه الجميله هذه، هول تو سليب اند سيف، مثل ما تشوفون ما يمديني اسيف الا عن طريق النوم. الحين الساعه 2 بالليل واصير سليب، مدري كم ساعة بينام. اتوقع ان ايه اذا ما نمت راح يتأثر بصحته. يا سلام سلم، صحيت الساعة الظاهر 6 الفجر، اي والله 5 6 الا 4 الفجر. طالبني كرافت ووتر ستيل، اي مصدر المياه الظاهر الحين، وبعدين اعبيه مع الفايبر درينك. حلو، تجميع المياه يعني الحين المشن الجاي. حلو، نبدأ نضبط المصادر. يا زين الجزيرة هذيك شكلي بغزيلها. شوف النخل ايش كثره، تبين المصادر اللي موجودة في النخلة هذيك، والنخلة هذه مختلفة المصادر، يعني كل جزيرة فيها مصادر مختلفة عشان تقدر تتطور وترجع وتبنينك الشلتر الكبير هنا. أشرقت الشمس، ما ودي أطول أكثر، أتمنى أني وفقت في الحلقة الأولى من هذه السلسلة.
إذا كانت عندكم أي ملاحظات أو أي نصائح أو أي تلميحات ياريت أنكم تحطوا لي إياها في الكومنت بدون حرق، وياريت تأكدوا لي معلومة أن فيه نهاية لهذه القصة تقدر توصل لها، وهذا الصراحة شيء جدا حمسني. وبس يا شباب، أشكر منتسبين القناة هنتر ومشاري وساموراي في 7 أبو دروه ودحي مهاب، ويا حي الله المنتسبين الاثنين الجزد محمد العنزي ويوتي أرتي فايف. يسعد الله أنكم نورتوا وشرفتوا، يا مرحبا بكم مليون، وشكر موصول لكل من دعمني بلايك وكومنت وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوفكم في الحلقة الثانية إن شاء الله.